كانت هذه من آخر القمم الإفريقية التي حضرها العقيد الليبي معمر القذافي ملك ملوك إفريقيا، أو كما يحب أن يوصف عراب الولايات المتحدة الإفريقية. اليوم تنعقد قمة إفريقية جديدة تبحث ضمن جدول أعمالها عن حل للأزمة الليبية، بالإضافة إلى نزاعات أخرى وتحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي. المنظمة الإفريقية تسعى لفرض حضورها في الملف الليبي بعدما وصفت أديس أبابا عدم دعوة الاتحاد لمؤتمر برلين الشهر الماضي بالتجاهل المنهجي، وتريد دول الاتحاد الإفريقي الظهور بصورة موحدة حيال الأزمة في ليبيا لإظهار حق رأيها في حل الأزمة التي تنشط مساعي حلها في أوروبا. وقوضت الخلافات حول التعامل مع الأزمة الليبية الدور الإفريقي، فمصر مثلاً لا تريد وجود ذلك الدور حتى لا يؤثر على دعمها للقيادي الليبي خليفة حفتر، ويتعهد قادة القارة بإنهاء جميع الحروب في إفريقيا في تجديد لهدف رفع قبل 7 سنوات، رغم اشتعال أزمات جديدة من الكاميرون إلى الموزمبيق لتضاف إلى الأزمات التي تمزق دولاً على غرار ليبيا أو جنوب السودان.